امبارح اللي حصل في ماتش الاهلي، يعني الف مليون سلامه على هشام شحاته مدافع الاتحاد السكندري الباك ليفت، والف مليون سلامه على وليد سليمان واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي ولاعيب مميز جدا. لكن دايما يا جماعه عايز ما نيجي نتكلم عن فكره اصابه اللاعبين، مش عايزكم تركزوا قوي على فكره الانتماء. يعني دايما انا ابقى بجد خايف على زميلي وبجد خايف على اللاعب، بغض النظر عن اللاعب ده جنسيته ايه، بيلعب في نادي ايه. عايز اقول لكم ان وليد سليمان غلط غلط كبير جدا بإيذائه لزميله هشام شحاته، وفي نفس الوقت هشام شحاته ما ينفعش يخش الدخله دي على وليد. احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل جوه الملعب، مين بيقول ايه لمين، مين بيتكلم على ايه، لكن من واضح ان ده ضربه وده بينتقم منه. الاتنين غلط يا جماعه، لكن انا مش عايز حد يدافع عن واحد ويخش في واحد. ناس كتير قوي ضد وليد لانه لعيب مؤذي، عنده ماضي من ايذاء بعض اللاعبين زي طبعا حسام حسن، كسر في الرجل قبل كده، حماده طول برضه بالكوع. في نفس الوقت الاهلاويه لما تيجي ترد هيقول لك ايه، طب ما باسم مرسي ضرب سعد سمير بالكوع ودم سعد متفرق على مين، والكلام اللي دم سعد فرق بيت مين والكلام دوت. لكن احنا بنتكلم بجد على لعيبه، احنا ضد باسم انه يؤذي سعد سمير، وضد وليد انه يؤذي طبعا حسام حسن اللي كسرت رجله، او انا فاكر برضو في لعيب اسمه عيد برضو تم ايذائه بالكوع، معرفش من مين، علي عيد في نص ملعب. ضد ايذاء اي لعيب يا جماعه، ضد ايذاء محمد ابراهيم، فاكر محمد ابراهيم ما رجله عملت كده، محمد اشرف حتى وهو بيلعب في طلائع الجيش برضو رجله عملت كده كسرت حتتين. جماعه احنا بنبقى ضد ايذاء اللاعب، في نفس الوقت ضد اللي عمله هشام شحاته ضد اللي عمله. دخل معايا امبارح وقال انا مش فاكر حاجه، انا عندي ارتجاج في المخ. طبعا كلامه غير منطقي، يعني ازاي انا مش فاكر اي حاجه وبفتكر في نفس الوقت ان وليد قال لي هتتضرب تاني، وفي نفس الوقت الله اعلم ما اقدرش اخش جوه نيات البشر. لكن الاكيد ان اللاعب راح المستشفى وتم حجزه في المستشفى، وتاكدنا ان هو عنده شرخ في الحته دي، شرخ بسيط في الحته دي بسبب كوع وليد سليمان. ولغايه دلوقتي لم نتاكد من اصابه وليد، ربنا يستر ان شاء الله ما تكونش اصابه خطيره، لكن المعلومات الاوليه يعني انها كدمه، يعني الحمد لله ان شاء الله مش هيكون فيها حاجه باذن الله خطيره، يعني ان شاء الله باذن الله، وربنا يحمي وليد ويحمي كل اللعيبه يا رب. فاللي انا عايز اوصل لكم، بلاش تخلوا حتى الاصابه بقت خناقه، حتى الاصابه بقت اهلاويه وزملكاويه، يعني الاصابه مش كده خالص يا جماعه. الاصابه ان لازم اللعيب يخاف على زميله، ولازم وبالتالي اللعيب ما بيخافش على زميله، زميله هيخاف عليه. لكن انا ما بخافش على زميلي وبعد كده ازعل لما حد يعورني، وده الكلام موجه لوليد. وليد انت لعيب كويس جدا، وانت عارف ان انا بكلمك وان انا بحب لعبك جدا، وكنت بطالب ان انت تكون موجود في منتخب مصر، لكن انت طريقه لعبك بقت مؤذية جدا في طريقة دخولك في الدشن جدا، بتخش على الرجل ممكن فلازم تاخد بالك وليد، وربنا يا رب يشفي وليد ويشفي هشام شحاتة ويشفي أي لعيب.